نجرب اليوم نغسل بالصابونة مع البصلة. تفاعلي رح مع الأهلك، ماكو أي تفاعل، ماكو صفر. وهاي صابونة حتى لا تقولون نايلون أو فشي، أي تفاعل ماكو صفر. والدولة العراقية باقية بطريقة الغبية هاي، مستمرة بإدارة مشاريعها وإدارة الدولة بغض النظر عن أي مجموعة تجي تقود الحكم، ما دام تفكر بنفس الطريقة بإدارة المشاريع وهالروتين وهالبطء وهالفساد أكيد ماكو أي إصلاح. تحياتي.